هي اختارت تبعي، فهموا هالشي. صدقوني أنا حاولت كتير حتى نضل عيلة واحدة مع بعض. بابا أنا ما حكيت شي، إناس هي اللي كانت عم تبكي. اسمعوا، إذا تزوجت أنا وزينب هذا ما بيعني إنه هي رح تصير أمكم. عم تفهموا؟ لا زينب ولا غيرها بيقدر يكون محل أمكم الحقيقية. وهلأ لما رح أتزوج زينب فاعتبروها مثل أنستكم أو حتى مربيتكم، وفيها تكون أختكم الكبيرة. بس أنت رح تتزوج زينب مثل ما تزوجت أمي الحقيقية. إيه بس اتطلقنا، أنا عملت كل شي بإيدي حتى ما خليها تروح. هالشي مو أنا طلبته، أمكم هيك بدها، أمكم تركتنا وراحت. بس أنت إذا تزوجت زينب ماما ما هتجي لعنا أبدا. جد ما هتجي أبدا؟ إذا تزوجت زينب أو لا فأمكم ما رح ترجع لهون أبدا، لأنه هي هيك بدها، حبت أنه تكمل حياتها مع غيرنا. فهموا هالشي بقى. إيناس ما بدي معي. بابا أنا جايبالي أقعد بحضنك، معلش؟ طبعاً حبيبتي. بابا أنت أكيد ما رح تتركنا وتروح مثل ما عملت ماما. أكيد حبيبتي، رح ضل معكم طول حياتي، ما رح أترككم أبداً. زينب طلعي شوفي شو جبتلك. شو هاي؟ لما كان عمرك 7 سنين قلت له لأبوكي وهو رايح على شغله إنه يجيب لي خيطان دانتيل معه مشان بلش حضر لك فيهن جهازك، لو تشوفي يومه شلون دمعت عيونه وقال لي ليش كبرت هالفصعونة مشان تبلشي تحضري لها. أمي لا تكوني عم تحكي لي هالقصة مشان ما أزعل من اللي عمله بابا اليوم معي. لا يا بنتي اسمعي مني كمالة القصة. لما بلشت شغل فيهن صرتي تحوصي حوالي وبدك تعرفي شو اللي عم أعمله وتسأليني، وقلت لك هدول جهازي، وصرتي ترقدي وتصرخي وتقولي أنا بدي كمان، أنا بدي أشتغل بجهاز تبعي. وهي القطعة اللي شايفتيها اشتغلتيها بإيديكي لما كان عمرك 8 سنين. كأني ما كنت شاطرة بوقتها. قلتي لي وقتها خبي لي إياها عندك، تعطيني إياها لما أتجوز، كانت مثل الأمانة عندي، وهي رجعت لك أمانتك اليوم. أما أبوك فيحكي شو ما بده، بالنسبة إلي أنا موافقة على زواجك طالما أنت هيك بدك، طالما حتكوني مبسوطة فحقك علي كأم إنه بارك زواجك من يلي اخترتيه وما وقف بطريقك أبداً. سيد رجا البنات ناموا، إذا ما في شي خليني أتيسر قبل ما يتأخر الوقت. شكراً عديلة، سامحيني بالفترة الأخيرة اللي احنا عزبناك كتير معنا. مجبورين نتحمل بعض، راح الكتير وما بقي إلا القليل، يعني بكرة بتجي بنتنا زينب وإن شاء الله بيتحسن وضعنا. إن شاء الله. صفي إنه نحضر غرفة لأمي، بدها تجي من فرنسا مشان تحضر العرس. ما تاكل هم، إن شاء الله بتوصل بالسلامة. أنت كمان مو عاجبك؟ قصدي زواجي من زينب. لا أبداً مو هيك القصة، بس لسه حاسة تفكيرك كله مع الست ليلى، وبصراحة أنا شايف القصة من طرف تاني، يعني أنت بدك تتجوز زينب مشان تضل مع البنات وترعاهن.
أنا ما عادت تعني لي ليلى منوب. مثل ما بدك يا ابني. أنا تأخرت ولازم أمشي، هلأ جوزي بيستعوقني. تصبح على خير. أنت من أهله. عم طول بالك، ما بقى إلا تجي خالته عديلة، ما رح تطول. عايشة، بعرف إنه الست عديلة بتكون خالتك، بس أوعك تجيبي لها سيرة عن مرض الدكتورة ليلى ووضعها هلأ. هي كانت رغبة ليلى، ما بدها حدا يعرف بوضعها الصحي هذا، لا زوجها ولا بناتها ولا حدا تاني. مثل ما بدك دكتور. ليلى، اجتني فكرة حلوة. بكرة لما تصحي لازم نعمل لك ديكور جديد للبيت. هن حاطين هون كتير خيارات، بس أنا ما كتير بفهم فيهم. حذري شو؟ بكرة لما تصحي أنت بتنقي الموديل اللي بيعجبك. شو الأخبار إياد؟ ما في شي، عم بحكي معه شوي. إذا بدك أنا هون، روح ارتاح شوي. ما بيصير أترك ليلى لحالة. إياد، ليلى صار لها شهر. بعرف. يمكن صار ضروري نفكر بالاحتمالات التانية ونتقبلها. شو يعني هالحكي؟ إياد أنت عارفان قصدي منيح. ليلى يمكن ما تفيق أبدا. راح تفيق. إياد إذا بتريد فكر كدكتور على الأقل. ليلى رفيقتي كمان، بس في واقع ما منقدر نهرب منه. شو كنا عم نحكي ليلى؟ فهم إنه صار الوقت منشان نتركها لليلى ترتاح من العذاب يلي عم تعيشه. يمكن كمان هي حابة ترتاح. اطلعي لبرا. إياد. قلت لك اطلعي لبرا. إياد هذا اسمه جنون، خلص بكفي. اطلعي لبرا عم بقول لك. إياد خلينا نتفاهم. شو انت ما عم تفهم علي؟ عم بقول لك اطلعي لبرا، يلا اطلعي. ليلى لا تردي عليها، أنا وياكي منعرف إنه رح تفيقي. ليلى يلا فيقي بقى. كرمالي ليلى فيقي مشاني.